موجة إلى مباراة النصر بحالة ثانية، ماشي الحالة، بيرجع يمشي الحالة في الدور من بعد التوقف. والله النصر من الفرق المرشحة لللقب للأمانة، الفريق متكامل، عنده مدرب ممتاز جدا. اللي قاعد نشوفه في النصر تطور من مباراة لمباراة، صحيح احنا في اخطاء، طبيعي هذه الاخطاء تحدث في كل مباراة. اليوم النصر قدر يحقق 3 نقاط مهمة، انا اتوقع ان في جزئيات بسيطة صارت في الشوط الاول هي اللي غيرت النصر ورجعته بشكل كبير، مع تنظيم الرائد والكرات، عارفين الكرات اللي يلعبها الرائد والمرتدات للرائد، فاعتقد النصر نجح في تغيير مجريات المباراة. محمد، الهدف الثاني بعد فك المباراة خلى الرائد يطلع، يعني اعتقد انه لو تشوف الاحصائية 21 مقابل 3 وخارج ارضه، وهذا اللي اقول لك، يعني شوف الاستحواذ 71. طيب يعني 71 اعتقد انه نسبه كبيره، نسبه كبيره جدا.